حنور، اهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي كل وتمع والاوفياء لهذا الموعد اليومي الغذائي مع الخبير والمختص في الميدان سي نبيل عياشي. صباح النور. صباح الخير سميره، شخبارك؟ الحمد لله. شخبارك انت؟ كل شيء لاباس الحمد لله. اليوم غادي نتكلموا على واحد الماده اللي ولات على الموضه، وبما ان ماشي كل شيء اشياء اللي على الموضه خايبه، غادي نتكلموا على حاجه اللي في الموضه لكن مزيانه. غير هي ولات في الموضه مع انها كانت في العاده ديال الاكل. ياك انا رجعت للبيت القصير. دونك اليوم غادي نتكلموا على الاوميغا 3. الاوميغا 3 اللي ولات زيوت تتباع معززه بالاوميغا 3، مواد تتباع مصنعه معززه بالاوميغا 3. الوغ كحنا كلنا تنعرفوا في المغرب بلد السمك، فاذا بلد الاوميغا 3 بامتياز. الاوميغا 3 كاين في السمك كيف ما قلنا، ولكن اسماك اللي دهنيه بحال السومون، وباش ما نمشيوش حتى النرويج نبقاو هنا في المغرب، كاين حتى في السرديه اكيد. ياك شنو هو الاوميغا 3؟ فالاوميغا 3 هو اللي تيدخل في الخانه ديال الدهنيات. الاوميغا 3 عباره عن دهون اللي هي مهمه ومفيده وضروريه بالنسبه للجسم ديال الانسان. اكيد ان دابا شوف، ما عرفتش شي مرات تتحبس الهضره، لان صحيح ان اصبحت موضه، ولكن راه المغاربه كانت عندهم شحال هذه. دابا انا ماشي تندافع حيت انا مغربي ولا هذا، انا تندافع تنهضر على الجانب العلمي، مش الناس يفهموا يقولوش راه حيت مغربي داكشي الشغل هذا ضر. لا، من غير انني مغربي افتخر بمغربيتي، تنهضروا على الجانب ديال العلم ديالنا، ولكن فوالا الجانب ديال العلم حنا اون سو دو ديتر نوتر حياديين. نعم، فملي تنهضروا على الاوميغا 3، دابا ملي تدخل وتتقلب على ان هاد الاوميغا 3 فين كاينه، تلقى ان المشكل ماشي في النظام الغذائي المغربي اللي ما فيهش الاوميغا 3، لان ماشي حنا عاد غير شي واحد اخر يفسرنا ولا يفهمنا ولا يوعينا ولا يقولنا راه خصنا الاوميغا 3. الاوميغا 3 علاش للصحه؟ لان مي فاطمه بوبو شعيب كانوا عارفين هذيك الاوميغا 3 بطريقه غير مباشره. كيفاش كانوا عارفينها؟ انه ملي تيفيق الصباح وتياخذ اللوز اش يدير هنا؟ تيجيب الاوميغا 3. انه ملي تدير مي فاطمه القراش بالزنجلان اش تدير هنا؟ تجيب لك الاوميغا 3. ماشي سمي فاطمه، سميره حدا القراش. ميزه دي سميره البلوي تدير لنا قريشلات بالزنجلان، يعني ان فيهم الاوميغا 3. المشكل ان ملي صبحنا مبعدين، لان ملي تنهضروا على الاوميغا 3 فين كاينين؟ في زريه الكتان، كاينين في الزنجلان، كاينين في السمك، كاينين في اللوز، كاينين في القرقاع. هذه هي الاوميغا 3، كلها اشياء طبيعيه. الناس يظنوا دابا ملي تدخل وتقراوا هذاك الارتيكل على الاوميغا 3 بانه يقي من امراض القلب والشرايين ويقي ويقي ويقي، يظنون بان الاوميغا 3 وكانه شي منتوج سحري ولا شي مكون سحري عاد تخترع وعاد جا وما عرفناش كيفاش خصنا نديروا ليه. الامور بسيطه جدا، تناول ديال 10 الحبات ديال اللوز في اليوم، إضافة زنجلان الخبز ولا القراشل، هي غيجيب لك الاحتياجات ديالك من الأوميغا 3. تناول السمك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. الناس يظنوا بأن السمك خصو ضروري يمشي يشري السمك اللي غالي، شرتي لها وذكرتيها السردين راه عامر بالأوميغا 3. بطبيعة الحال خصني غنعرف كيفاش نطيبو، غنديرو طاجين ولا غنديرو كفتة ولا نعطيك وصفة في الآخر سي نبيل عياشي كما العادة. فهاد الأوميغا 3 اللي الناس دايرين عليه ضجة، اللي الناس صبحوا تيهضروا عليه بشكل كبير، بطبيعة الحال احنا ما تنقولش انه غير مفيد، هو مفيد كباقي المكونات الغذائيه. له دور داخل الجسم ديال الانسان، لانه تيدخل في مجموعه ديال التفاعلات داخل الجسم ديال الانسان، لانه يقي من مجموعه من الامراض، ولكن ماشي ضروري اننا نمشيو نقلبوا على اغذيه اللي غتجيب هذا الاوميغا 3 بشكل اللي هو غير طبيعي، واللي ربما ما يكونش داخل عندنا حتى في العادات الغذائيه المغربيه. فهنا تيكون المشكل، لان نعطيك مثال، تحدثنا يوم امس تحدثنا على الكوليسترول. فالاوميغا 3 تيلعب هذا الدور انه تيحافظ على نسبه الكوليسترول تبقى نقيه، وكذلك على تبقى مقاده، وكذلك على نسبه ثلاثي الجليسيريد. فهاد هاد 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 الكوليس هاد هاد عفوا هاد الاوميغا 3 فاستهلاك ديالو بطبيعه الحال الا زاد عن حده اكيد تيولي عندنا مشكل. خاص يبقى استهلاك اللي هو متوازن. علاش؟ لان هاد المكونات هذه الغذائيه اللي تنكونوا تنتحدثوا عليها كالاوميغا 3 او المكونات الغذائيه اخرى، الهدف ديالها ماشي انني تعطيني طاقه بحال تنهضروا على السكريات ولا على البروتينات ولا على الدهنيات ولا، الهدف منها هو اكثر منه هدف فيزيولوجي
على انه يكون هدف طاقي. يعني انها تتقد مجموعه ديال التفاعلات الكيميائيه داخل الجسم ديال الانسان. انا خصنا نفهموا ان داخل جسم الانسان هناك الملايين الملايين ديال التفاعلات الكيميائيه. ولا خسرت الا خسر تفاعل كيميائي واحد ولا الا خصني عنصر من اجل نحقق واحد التفاعل كيميائي اخر غيتخسروا مع مجموعه ديال التفاعلات الكيميائيه. فالتناول ديال الاوميغا 3 اكيد مساله اللي هي مهمه, مساله اللي هي ضروريه, مساله اللي خصها تتم بشكل يومي. ولكن عدم تناول الاوميغا 3 يؤدي الى مشاكل, يزيد في خطر الاصابه بامراض القلب والشرايين اللي هي سبب اول الوفيات, يزيد في خطر الاصابه بارتفاع نسبه الكوليسترول وهكذا. غادي نحبسك هنا السي نبيل عياشي, ربما ما شرش ليها البارح وحنا تنتكلموا على الكوليسترول. كاين واحد النكهه, واحد المنتوج او ماده او حيوان تيقولوا بانه تيزيد في الكوليسترول مع انه داخل في خيانات الاسماك او الصدفيات الكريفات. بالكوليسترول نعم في الكوليسترول تو سكي فروي دو مير فيهم الكوليسترول. كان مزيان ولا خايب؟ لا فيهم الكوليسترول سيء, يعني الكوليسترول اللي تيطلع لان لي فروي دو مير, لان لي فروي هي شنو الفرق بين السمك وفروي دو مير؟ هو ان السمك فيه الشوك, لي فروي دو مير ما فيهمش الشوك. صحيح, هذا هو الفرق اللي كاين. يعني باش نشوفوا واش فيهم الاصداف, فيهم الصداف, فيهم لي كوكي. نعم, فملي تنهضروا على الكالمار مثلا, ملي تنهضروا على البولب, ملي تنهضروا على الكروفيت, ملي تنهضروا على لي فروي دو مير دون مانيير جينيرال, هادو كلهم اغذيه اللي فيها الكوليسترول, فيها السيلينيوم كذلك بشكل كبير. هذا ما تعنيش اننا ما ناكلوهمش, يعني ان الاكثار منهم اصلا حنا ما تناكلوهمش بزاف. يعني مره تيتخاد يعني فايله اللي هي فايله تنديروا فيها شويه من الحاجه. لا ماشي مشكل, يعني ممكن انا ناكلوهم ماشي مشكل, غير هما يختلفون عن السمك في هذه المساله. واضح. باش نرجعوا عاود للاوميغا 3. نعم. شنو علاقه الاوميغا 3 بالهرمونات بالنسبه للنساء؟ هذه النقطه مهمه اللي بغيت نشير لها. فالدراسات كلها تثبت على ان التناول ديال الاوميغا 3 يقي من مشاكل ديال سرطانات الثدي أو سرطان الثدي عند المرأة. يعني أن النساء اللي تتكون عندهم نسبة ديال الأوميغا 3 تتناولوها, وأنا بطبيعة الحال تنهضر على بشكل يومي, راه ماشي في المناسبات, ماشي غنتناولها مرة في 3 شهور, تنهضر على بشكل يومي بطبيعة الحال. راه ما تنقولش الناس ياكلوا كيلو د الزنجلان وياكلوا 4 كيلو د اللوز ولا يتغداو دائما بالسردين. يا ريت. فغير نص معلقة في النهار ديال الزنجلان كافية, نعجنا في الخبز وغادي نرجعوا لهذيك الوصفة السحرية ديالك ديال كل نهار اللي فيها الزنجلان والسانوج وزرعة الكتان والكمون. تبارك الله عليك. معلقة صغيرة في الصباح. فهاد التناول يعني للسيدات, لأن ملي تنجيو نشوفوا أن مثلا الدول ديال الشمال, يعني سكندينافيا, الدول السكندينافيا ملي تنهضروا على الإسكيمو, فهم ما تيعانيوش من المشاكل ديال الأمراض السرطانية. علاش؟ لأنهم يستهلكون أكثر هاد الأوميغا 3 وهاد الدهنيات اللي هي الغير المشبعة اللي كاينة في السمك وكاينة في الزيوت, وبالتالي فخطر الإصابة والأمراض السرطانية اللي عندهم أمراض قليلة وأمراض ضعيفة وأمراض ما كايناش بشكل كبير. فالتناول ديال المراه بطبيعه الحال الجانب الهرموني عنده علاقه مباشره وعلاقه وطيده بالتغذيه, كذلك الجانب ديال الجلد بالنسبه للمراه. الا كان نقص الاوميغا 3 تتبان كاين هناك خلل هرموني, كاين هناك مشكل على مستوى البشره ديال المراه, كاين هناك كذلك ارتفاع في خطر الاصابه بسرطانات وخصوصا سرطان الثدي. لهذا فالتناول ديال الاوميغا 3 خاصو يتم بشكل يومي. تذكير فقط فين كاين الاوميغا 3؟ قلنا في السردين, في يعني في الاسماك الميدوما او لا في اللوز, القرقاع, الزنجلان, هذه كلها اغذيه فيها الاوميغا 3. فنعطيك مثال, مثلا غناخذ 10 الحبات ديالي في النهار ديال اللوز وانا تنعجن الخبز ندير فيه معلقه الزنجلان, بركه كافي, الله يجعل البركه كافي. غير هي انا تنأكد عليها وتنسطر عليها بشكل يومي. واضح. انا غادي نتوقف اللحظه باش نعطيكم وصفه كالعاده, وصفه ديال السردين. احنا في المغرب تنقولوا سلطان الحوت, تنقولوا على لو روجي. دابا انت سميره تتعرفي طيبي الكرعين, تطيبي البقوله, تطيبي السردين, تطيبي كسكسو, تديري رفيسه, شنو ما تتعرفيش ديري؟ بزاف د الحوايج باقي خصني نتعلم, بزاف د الحوايج. ولكن داك الشيء المغربي كله تبارك الله عليه. تنسى نقولها لك راني بلديه, وتطيبي راسك في الدار. يعني باش سميره تخرج تشري الكرعين وتجي تطيبهم في الدار. انا خصني نبدا بهذاك الشيء ديالنا عاد باش نعرفوا الشيء الاخر ديال الناس. تبارك الله عليك. ياك ولا لا؟ لا تبارك الله عليك, مازال عندي ما نتعلم. لا ما تتخلي لي والو في هذا الجانب هذا. تبارك الله عليك. دونك انا نعطي وصفه ديالي مره اخرى لان تيشكروها بزاف. وصفه ديال السردين بدعت فيها شي شويه وتتجي لذيذه وممتازه, وما تتكونش هذاك المشكل ديال فيه الماء بزاف, ما جاش واقف المريقه ديالو ما واقفاش مزيان ولا هذا, تيجي ممتاز. دونك غادي ناخذ واحد كيلو ديال السردين,
غادي نطحنوا في الماء في الطحانه المطيشه شي الا كان ما كانش عند مول السردين حيت دابا ولاو تيديروا الطحانات غير الله يخليكم الا طحنوا لكم كل ما يدير فيه والو حيت ولاو حتى هما تيبدعوا وهذيك المره وانا تندوخ خديت جي في كونفيونس خديت السردين مطحون وبالقامه ديالو حتى يديروا فيه الثومه والربيع لكن لاحظت بان زايدين فيه شي حاجه اخرى تيديروا فيه الشحمه الغنمي بانت لي حسيت ما باش يلدوها هما تيلدوها زعما بها ولكن انا لا 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 تنكره هذيك ريحه الشحمه الغاويه لا 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 سورتو لا سورتو في الحوت لا 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 دونك يطحن لكم السردين كما هو والا في الدار تسحيدوا لي تنقيو كالعاده بحال غديروا وحده فوق وحده تسحيدوا لي شويه الجلده ديالو الا كان طريره دغيا تتحيد وتطحنوا في الماكينه ديال الطحين ماتيشو ها هو طحناه دائما غادي نصوبوا هذه سميتها الكفته ديال ما تيدير الكفته لا تنصوبوا الشرموله الشرموله آه. بالطريقه التقليديه بالمهراز الله يخليكم نرجعوا انا والله الا تنديرها عندي المهراز ديالي كبر من عنده اكثر من 50 عام ديال ماما ديال ماما مختيسو من عندها لا حيت هادشي دابا خديتيه من عند ماما يعني تحيه لماما الله يجازيك بخير دونك المهراز نديرو فيه القزبر الثومه والملحه الا بغيتو تزيدوا شويه واحد المزيوده ديال الفلفله حاره يكون احسن اللي بغى اللي تيبغي طبيعه الحال تندقوا هادشي كلشي مزيان تنحطوه في اناء تنزيدوا عليه شويه الكمون فلفله حمراء الملحه راه دقيناها يا كمون فلفله حمراء شويه الخرقوم تندير فيها انا الخرقوم وشويه ديال السودانيه الا ما درناش الحار تنخلطوا هادشي مع شويه الزيت العاديه ما تنديرش زيت البلديه انا نقول لكم علاش شويه الزيت العاديه شويه ديال الخلد الحامض ومعلقه صغيره ديال مطيشه الحك هذه الشرموله ديالي تنشرملوها مزيان تناخذوا شويه من هذه الشرموله تنخلطوا بها الكفته ديال الحوت وتنديروا بها كويرات وتنخليوها تناخذوا طنجره لتحت ديال الطنجره تنديروا فيها العويدات ديال القزبر اللي نقينا قبيله يا اما العويدات ديال القزبر يا اما العويدات ديال الكرفس تيعطيو لذة هائله تنديروا هنا تنديروا الزيت البلديه تنكبوا الزيت البلديه وتنحطوا ريقه سيدنا موسى وشي دريسات ديال الثومه هكاك صحاح هاد الشيء كله تنحطوه تنزيدوا فوق منه انا اخترعت فعاوت نبقى نحك مطيشه ولا نطحنها تناخذوا هذيك مطيشه اللي تتبحك دابا اون بيغي دو طوماط ماشي مطيشه الحك اون بيغي دو طوماط تنديروا باكيه ياك وعاد باش نقطع مطيشه دواور تنحطها وتنزيد عليها هذيك الشرموله اللي بقات لي من 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 السردين تنزيد السيدي عليها شويه البطاطا حلوه مقطعه طريفات وتنكون شاويه جوج ديال الفلفلات واحده خضراء واحده حمراء دونك درنا المطيشه درنا فوق منها مطيشه دواور درنا فوق منها بطاطا دواور بطاطا حلوه الله يخليكم تنحطوا الكويرات ديال الكفته ومن فوق منهم تنلوحوا شويه ديال الفلفله مشويه ياك وتنزيدوا اسيدي شويه الحامض مصير شويه ديال الزيتون فقط والفران لا هادشي تيطيب تيغلي راه درنا له صوص طوماط فوق البوطه طبعا هذا راه طاجين وهو تيطيب وانت تديري هادشي تماما تماما شتي فاش ندير الزويته في الاول وهذيك الماتيشه بوري بعد خطر تنكور وتنحط تتلوحي اون ميم طون اون ميم طون دابا هادشي درتي هادشي درتي انت دابا هي شي شويه تتبان لكم معقده ولكن ثقوا بيا عرفتي راه تتجي الريقه ديالها واقفه وتتجي لذيذه بزاف ثقوا بيا بعدا اللي كلاها عندي بعدا تتعجب انا غنعطي للساده المستمعين واحد السي ربما ما عارفينوش على سميره تترسم ترسم هي فنانه تترسم لي طابلو ربما الناس ما عارفينهاش ودابا درتي لنا الرسم في اللوحه غذائيه اللي درتي لا بالعكس بالعكس لان تنبغي نشاطر مع الناس لي ديتاي حيت هاد لي ديتاي هما سي 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 اون كي فون لا ديفيرونس هادي دابا ملي تجي تحلها غذائيا كلها ايجابيات ما كاينش هنا سلبيات انا دائما نهار الاربعاء مرحبا بكم الاربعاء عندي هاد الوصفه في الدار تندير مع العصير ديال البربه بالليمون برنامج ديال الاربعاء دائما عندي الحوت كواري في الدار ومعاه العصير ديال الباربه بالليمون تبارك الله عليك فنانه فنانه من جميع الجوانب تبارك الله عليك نتلاقاو غدا مستمعينا في كل وسمعا وموضوع اخر كونوا في الموعد